لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك معنا سيد كشكي. بداية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للحوار الوطني، ما أولويات التحرك المقبلة؟ كل التحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني الطبعة الأولى والنسخة الأولى من الحوار الوطني في الحقيقة تركت بصمة مهمة لدى الشارع المصري، ولاحظنا ذلك في الانتخابات الرئاسية وكيف ساعد هذا الزخم الذي صنعه الحوار الوطني في مشاركة واسعة وكبيرة. وبالتالي النسخة القادمة أو الطبعة الجديدة من الحوار الوطني ستكون أكثر شمولية وأكثر عمق، و سيتم الاستفادة من ملاحظات الطبعة الأولى والبناء على الإيجابيات التي تحققت. يعني نتائج هذا الحوار تدل كما تابعنا اليوم على أنه مجلس الوزراء أصدر بيان يتعلق بمتابعة التوصيات، وخلينا أقول لحضرتك أن هذا البيان يستحق التوقف والقراءة. فيعني الحرص على ترجمة وتوصية منصة الحوار الوطني وتحويل الحكومة لهذه التوصيات إلى إجراءات وبرامج عمل أمر يتناسب تماما ويؤكد جدية الحوار الوطني وفلسفة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 إبريل عام 2022. هذه الفكرة أستاذ جمال، فكرة تحويل وترجمة التوصيات إلى برامج وإجراءات عمل على أرض الواقع من قبل الوزارات المعنية، هل لمستموها في الفترة الفائتة أم أن الوزارات بدأت بالفعل في العمل والدراسة والنظر في هذه التوصيات والأخذ بها وتفعيلها على أرض الواقع؟ بالطبع يعني التفعيل على أرض الواقع يحتاج إلى بعض الوقت، يحتاج إلى قراءة متأنية، يحتاج إلى مزيد من الجدية ويعني قراءة تفاصيل هذه التوصيات للتحرك فيها من قبل كل الوزارات، لأنها تتعلق بقضايا عديدة وقضايا في محاور ثلاثة تهم المواطن. لكن ما قرأته في هذا البيان الصادر اليوم في الحقيقة يعني دفعني للتوقف أمام عدة نقاط مهمة، يعني خلينا أذكرها لحضرتك وملاحظات تتعلق به. أولا، أن هناك حرص شديد وجدية من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني الناتجة عن مشاركات وحوارات كافة القوى السياسية حول أولويات العمل الوطني. ثانيا، هناك إدراك وواضح من خلال هذا البيان أن هناك إدراك وتقدير لحجم المجهود المبذول خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، واتضح ده في البيان من خلال جولة حقيقية واسعة تضمنها البيان حول كل مراحل الحوار والاستناد إلى الأرقام والمعلومات والتفاصيل الجلسات. ثالثا، البيان بيعطي إشارة واضحة أن الحكومة ستعمل في تنفيذ التوصيات بالتوازي ووفق جدول زمني ومؤشرات متابعة وتقييم. رابعا، هناك حرص شديد بدا واضحا في البيان وهذا ما لاحظته، وهو أن الحكومة تتحرك على الصعيد المحاور الثلاثة للحوار: المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور المجتمعي. ويعني ده اتضح في ذكر نماذج للقضايا في المحاور الثلاثة عبر هذا البيان. خامسا، البيان يؤكد على تعميق وتوسيع المساحات المشتركة بين كل أطياف المجتمع من أجل المضي قدما نحو أولويات العمل الوطني واستكمال بناء الجمهورية الجديدة. وبالتالي نحن أمام يعني تحرك حقيقي وجاد، وأن ثمار الحوار الوطني في طريقها. طيب سيد جمال، سريعا من فضلك، هناك توجيه بتوسيع دائرة النقاش حول هذه الوثيقة، حول الحوار الوطني، ما المقصود بتوسيع دائرة النقاش لتشمل من برأيك؟ هو بالطبع كل يعني منذ اللحظة الأولى لاجتماع مجلس الأمناء كان الجميع، كل أطياف المجتمع والقوى السياسية الوطنية مدعوة للحوار ما عدا جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا متفق عليه منذ اللحظة الأولى. ولكن هنا الجلسات هنا يعني تكون مشاركة للمواطن بشكل
اوسع للخبراء للمتخصصين بشكل اوسع لاساتذه الجامعات للنقابات المهنيه لكل المؤسسات المجتمع المدني. وبالتالي هنا الهدف من التوسع واتساع دائره النقاش هو الوصول الى افضل نتائج تفضي الى يعني مزيد من الثمار التي تصب في مصلحه المواطن. نعم، الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لمداخلتك معنا.